شابتر 9 اللي هو مقدمة عن علم الفيزياء النووية. Introduction of nuclear physics. في السابق كنا تكلمنا عن الذرة تتركب من نواة وقشرة إلكترونية، وتحدثنا عن القشرة الإلكترونية إنها فيها إلكترونات ومستويات، وعرفنا اللي هو أعداد الكم الرئيسية الأربعة، وعرفنا المبدأ الاستثنائي اللي هو لا يوجد إلكترونين في ذرة واحدة لهما نفس العدد الكم. الآن نتعرف على نواة الذرة، الجزء اللي هو بعنيني في الفيزياء النووية. النواة تحتوي النيوكليار عبارة عن النيوترونات مرمز لها بالرمز N، وطبعا نيوترونات متعادلة تحمل شحنة موجبة وسالبة، النيوترونز بروتونات شحنتها موجبة، أنتي نيترون وأنتي بروتون جسيمات إما بتكون سالبة أو موجبة، وحنتعرف ليش. شحنة البروتون موجبة تساوي التشارج أوف بروتون 1.6 × 10 أس ناقص 19 كولومب بالموجب، هي مساوية لشحنة الإلكترون التشارج أوف إلكترونز، لكن شحنة الإلكترون ناقص 1.6 × 10 أس ناقص 19 كولومب، لأن الإلكترون شحنته سالبة بينما البروتون شحنته موجبة. أي عنصر في الطبيعة بقدر أكتبه بالسامبل X A Z أو X A بهذا الشكل، أو X A بدون ما أكتب Z، أو X A وهنا Z. طبعا ايه تمثل النيوكليون؟ النيوكليون هو عبارة عن البروتونات زائد النيترونات، اللي هو يمثل الماس نمبر. ايه هي؟ عبارة عن الماس نمبر، وتساوي نمبر اوف بروتون بلس نمبر اوف نيوترون، سميها A اللي هي عدد الكتلة او النيوكليون. Z تساوي الاتوميك ماس نمبر، العدد الذري، العدد الذري يساوي نمبر اوف بروتونز only، فقط. تمام؟ ليش؟ طبعا العدد الذري ممكن اقول يساوي عدد الالكترونات فقط في الذرة اللي في حالة الجراوند ستيت. اذا ليش؟ لانه الذرة في حالة الجراوند ستيت بيكون عدد الكتروناتها مساوي لعدد بروتوناتها، فممكن العدد الذري في حالة الجراوند ستيت يساوي عدد الالكترونات. تمام؟ اذا الاتوميك ماس نمبر بيمثل عدد نمبر اوف بروتون زائد النمبر اوف نيوترون، زد تمثل نمبر اوف بروتون اونلي. طبعا قيمه كتله البروتون وكتله النيترون مقارنه بكتله الالكترون كبيره جدا، عشان هيك بالنسبه للذره يتم اهمال كتله الالكترون لانها تقريبا قد تؤول الى الصفر. الماس اوف بروتون تساوي 1.674 × 10 / 27 كيلوغرام،
وممكن بوحدة الكتلة الذرية تساوي 1.00727647 يونت، وحدة كتل ذرية. طبعا في علاقة بين الكيلوغرام ووحدة الكتل الذرية. الماس اوف نيترون تساوي 1.674. في الفيزياء النووية ممنوع تحذف ولا رقم. هنا المفروض كمان في عندي 7 2 6، هنا 4 9 2 8، في 10 ناقص 27 كيلوغرام، ما يعادل بوحدة الكتلة الذرية 1.00866 49 وحدة كتل ذرية. طبعا في عنا علاقة بين اليونت ماس نمبر وحدة الكتل الذرية والكيلوغرام. اليونت ماس نمبر يو، الواحد يونت ماس نمبر يعادل 1.66052 في 10 ناقص 27 كيلو جرام. اليو اللي هي الاتوميك ماس يونت، وحدة الكتل الذرية. تمام، هذه العلاقة مش مطلوب مننا نحفظها، لكن مطلوب مننا نعرف انه في علاقة بين اليونت ماس نمبر والكيلو جرام. الان حندخل على موضوع جديد اللي هو البندنج انرجي. طبعا هو من ضمن مقدمة في الفيزياء النووية اللي هي طاقة ربط النواة. طبعا بالنسبة لطاقة ربط النواة، الطاقة في الفيزياء النووية إيه بتساوي ام في سي تربيع. هناك علاقة بين الكتلة وعلاقة بين الطاقة. قد تتحول الطاقة إلى كتلة حسب ألبرت أينشتاين، وقد تتحول الكتلة أيضا إلى طاقة. الآن بالنسبة لمكونات النواة، مكونات النواة إذا اعتبرت إنه هذا نيترون وهذا نيترون وهذا بروتون وهذا بروتون، وعندي هنا مكونات النواة ككل، هذا بروتون نيترون بروتون نيترون، هذه نواة كاملة متكاملة أخذتها بالجملة، وهذه مكونات النواة متفرقة. قاعدة أن النواة ككل أخف بكثير من مكونات النواة المتفرقة، هذه قاعدة بدنا نحفظها. هم متساويات في العدد، في بالانس في العدد، إنه هذا عندها 2 بروتون وهذا عندها 2 نيترون، وهنا في 2 بروتون وهنا 2 نيترون، متساويات في العدد البارتيكلز الموجود داخل النواة. لكن بالنسبة للثقل، إذا أنا بدي أوجد كتلة كل جسم على حدة، حيكون أثقل من النواة أو مكونات النواة مع بعضها البعض. وحنشوف هذا وين بيروح الفرق، وين هذه الكتلة بتروح، أو ما هو سبب فقد هذه الكتلة. عشان هيك بنشوف طاقة ربط النواة إلها علاقة بالكتلة، وإلها علاقة بالمكونات تبعت النواة المتفرقة اللي هي بسميها الكتلة الحقيقية اللي تربط ماس، وإلها علاقة بمكونات النواة ككل اللي بنسميها الكتلة في المختبر أو الكتلة النواة الفعلية. تمام، نيجي نشوف الآن لو فرضنا إنه عندي ذرة هيدروجين، بقول لي عندي كتلة أو أنوية ذرة الهيدروجين، وجد أن الكتلة الفعلية M كابيتال تساوي 4.00151 يونت، هذه وجدها في المختبر، وجد أنه عدد مكوناتها بتساوي 4.00151
واحد خمسة واحد يونت الكتلة الموجودة. بقول لي find the bending energy in joules for helium. طبعا مكونات ذرة الهيليوم وجدها في المختبر او الكتلة الفعلية 4.00151 وطالب مني اوجد طاقة ربط مكونات النواة. اول خطوة بعملها بكتب عنصر الهيليوم ايش بيساوي. ال HE بيساوي 4 2. بحدد الاتوميك ماس نمبر عدد الكتلة بيساوي 4 والعدد الذري يساوي 2. الاتوميك ماس نمبر عبارة عن نمبر اوف بروتون زائد نمبر اوف نيترون يساوي 4. لكن الاتوميك نمبر العدد الذري هو عبارة عن نمبر اوف بروتون. اكم بروتون عندي؟ 2 زائد عدد النيترونات يساوي 4 ومنها عدد النيترونات يساوي 2. ليش؟ لاني بدي اوجد الان الكتلة الحقيقية او كتلة مكونات النواة المتفرقة. عشان اوجد كتلة مكونات النواة المتفرقة ام اتش اي داش خلينا نسميها تساوي كتلة البروتون ضرب عدد البروتونات زائد كتلة النيترون ضرب عدد النيترونات اللي عرفنا من وين طلعنا. كتلة البروتونات بدي اخذها في البداية بوحدة الكتل الذرية. نيجي نعوض بالنسبة لوحدة الكتل الذرية قديش قيمة كتلة البروتون؟ 1.002746427 2. وما اسيب ما احذفش ولا رقم بعد العلامة العشرية لانه الفرق حلاقين في بعد رقمين بعد العلامة العشرية خاصة في الفيزياء النووية الفرق بيكون صغير جدا جدا. زائد كتلة النيترون 1.008492 يونت ضرب 2 نيترون فبتطلع معايا طاقة ربط مكونات النواة تقريبا 4.0015 أو 2.9 وهكذا 4.0 3 1 3 وحدة كتل ذرية. الآن طلعتها بوحدة الكتل الذرية وعندي بدي أوجد الآن الفرق بين الكتلتين فبسميها الإفكت ماس الكتلة المؤثرة أو الكتلة المفقودة. الإفكت ماس برمز لها بالرمز نيو. النيو تساوي الكتلة الفعلية ام اتش اي اللي هي عفوا الكتلة مكونات النواة المتفرقة ناقص كتلة الهيليوم اللي في المختبر او الفعلية فحتساوي القيمة اللي طلعناها كتلة المكونات المتفرقة ناقص الكتلة اللي اعطاني اياها 3.00151 وبطلعها تقريبا 0.03037 يونت بطلعها بقيمة وحدة الكتل الذرية. الان بدي احولها من وحدة الكتل الذرية الى الكيلوغرام. انا بعرف انه في عندي علاقة بين اليونت ماس اللي هي وحدة الكتلة الذرية وبين الكيلوغرام اللي هي 1.66054 02 في 10^-27 كيلوغرام. هذه العلاقة بين الكيلوغرام ووحدة الكتل الذرية فبكتب القيمة الوحدة الكتلة الذرية 0.03037 يونت تساوي قديش بالكيلوغرام بضرب طرفين في وسطين فوحدة الكتلة
الإفكتيف ماس تساوي تقريبا 5.04306 في 10^-29 كيلو جرام. طلعتها بالكيلو جرام لأن عشان أعوض في قانون الطاقة لازم تكون عندي الكتلة بوحدة الكيلو جرام. البندنج انرجي هو طالب من البندنج انرجي بوحدة الجول. البندنج انرجي تساوي الافكتيف ماس في سي تربيع، الطاقة المفقودة في سي تربيع اللي هي السبيد اوف لايت سرعة الضوء، وقلنا سرعة الضوء مقدار ثابت سي تساوي 3 × 10^8 او 3 × 10^8 متر على الثانية. تمام؟ فنيجي الان الافكتيف ماس قديش؟ الافكتيف ماس طلعناها بالكيلوغرام 5.04306 في 10^-29 ضرب سرعة الضوء 3 × 10^8. تمام؟ والكل تربيع ما ننساش الربع السرعة. وبهيك طبعا تطلع معايا قيمة الانرجي تقريبا تساوي البندنج انرجي تساوي بوينت او 4.53248 في 10^-12 جول. هذه بالنسبة لطاقة الربط باي جول. عشان اوجد الطاقة بالالكترون فولت بعمل التالي. عندي في علاقة بين الالكترون فولت تساوي العلاقة بين الالكترون فولت والجول، 1 الكترون فولت يساوي 1.6×10^19 جول. فبحول القيمة اللي طلعت عندي بالجول للالكترون فولت، ف بقسم على 1.6×10^19 فبتطلع عندي قيمة البندنج انرجي باي الكترون فولت تقريبا 2.829×10^7 الكترون فولت. هذه طاقة ربط مكونات ذرة الهيليوم. كم مكون عندي او كم بارتيكلز عندي؟ 2 بروتون و2 نيترون. طب لو قلت find the bending energy of one particles، اوجد طاقة ربط الجسيم الواحد. عشان اوجد طاقة ربط الجسيم الواحد فبقول انه bending energy for one particles بتساوي طاقة الربط الكلية على الاتوميك ماس نمبر. قديش طاقة الربط الكلية طلعناها؟ طلعناها بالجول وطلعناها بالالكترون فولت. بالجول بتساوي 4.532×10^12 على مكونات ذرة الهيليوم 4. تمام؟ وبنوجد طاقة ربط الجزء الواحد. وبهيك بنكون تعرفنا على طاقة ربط مكونات النواة. الآن حنبدأ في موضوع جديد اللي هو الايزوتوبس، النظائر. الايزوتوبس هي عناصر او صورة اخرى لنفس العنصر تتفق في عدد البروتونز وبتختلف في عدد النيوترونز. نقدر نقول انها لها نفس عدد البروتونات ولكن تختلف في عدد النيترونات. اتفقنا انه اي عنصر ممكن اكتبه على صورة XAZ، وايه قلنا هي الاتوميك ماس نمبر، وزد هي الماء الاتومز نمبر العدد الذري. الان اي عنصر بقدر اعبر عن عدد بروتوناته ونيتروناته من خلال ايه؟ وزد. نيجي ناخد مثال. طبعا هو كيف تحول اولا لنظير؟ اما انه بيفقد اشعاعات او جسيمات او اشعاعات على شكل جسيمات،
بيفقد جزء من البارتكلز الموجود في النواة وبتحول وبيفقد عدد من النيوترونات، لكن عدد البروتونات بيضلوا موجود وثابت. نيجي الآن بالنسبة للآيزوتوبس، أو قبل ما نتكلم عن الآيزوتوبس هو كيف بيفقد. انتبهوا معي الآن، النواة عبارة عن نيترونات وبروتونات، البروتونات متعادلة ونيترونات موجبة الشحنة. الأصل إنه الشحنة الموجبة مع الموجبة يصير بينها ريبلسيف تنافر، والاثنين بيبعدوا عن بعض، الموجب مع الموجب بيصير بينهم تنافر فبيصير بينهم مسافة فبتقل طاقة الربط بينهم. السالب شحنة النيترونات السالبة مع شحنة البروتونات الموجبة المفروض يصير بينهم اتراكتيف تجاذب، فهي كمان طاقة ربط بينهم بين مكونات النواة. ايضا البروتون في فترة من فترات حياته قد يتحول الى بروتون زائد ميزون او جسم سالب او انتي نيوترون بنسميه سالب، تمام. البروتون ايضا بتحد مع نيترون زائد ميزون موجب وهكذا. طبعا هذه العلاقة يا جماعة علاقة عكسية، علاقات عكسية، كل هذه بتعبر لنا عن طاقة ربط جسيمات النواة داخلها. عشان هيك بنقول أن طاقة ربط مكونات النواة كبيرة جدا. ليش؟ لأنه في عندي أكثر من قوة، قوة تجاذب كبيرة بين البروتونات والنيترونات السالبة، قوة تجاذب كبيرة بين البروتون والميزون السالبة والأنتي بارتكلز الموجود داخل النواة، أقل بكتير من قوة تنافر بين النيترون والبروتون. إيش علاقة هذا الكلام بالآيزوتوبس؟ هو كيف الآيزوتوبس بتحول أو العنصر بتحول إلى نظيره. الآن النواة مليئة بالجسيمات، فبيجي جسيم بطلع بعد فترة فبتحول بخرج من النواة فبيفقد نيترون، فبيكون طبعا على صورة إشعاع أو جسم فبيصبح عدد النيترونات أقل. الآن ممكن هذه الإشعاعات أيضا سواء كانت نيترونات مفقودة أو طبعا النيترون المفقود هو فقط بيأثر على عدد الكتلة فبيكون قيمته 0-1، العدد الذري له صفر بيأثرش على عدد البروتونات. ممكن يفقد بروتون، ممكن يفقد بروتون يأثر لي فقط على العدد الذري بمقدار واحد. ممكن يفقد جسيمات بيتا وتكون اي ماينس 1 0. نشوف الان لو العناصر اللي حتفقدها او جسيمات اللي حتفقدها الذره ببروتون واحد نكتبه بهذا الشكل ونيترون واحد والانتي بارتكل اللي هو جسيم بيتا. الان بالنسبه للبروتون، البروتون بكتب بصوره اتش بي 1 1 اللي هو نفس ذره الهيدروجين. قديش لو جينا نكتب العنصر A زد، A قديش تساوي 1، زد قديش تساوي 1. اذا عدد البروتونات واحد والعدد الذري واحد، اذا حين يفقد هذا النظير بروتون بيقل عدد الكتله بمقدار واحد وبيقل عدد البروتونات بمقدار واحد. طيب النيترون، النيترون N 0 1 قديش A تساوي 1، هو فقد من عدد الكتلة مقدار واحد، قديش Z 0 بيأثرش على عدد البروتونات. طيب الإلكترونز E minus 1 0 اللي هي جسيمات بيتا E A Z عايش بتأثر، ايه قديش صفر زد تساوي سالب 1، تمام. هذا بالنسبة لكتابة الايزوتوبس. الان قد تفقد اي عنصر في الطبيعة
قد يفقد إشعاعات بنسميها إشعاعات الطبيعية اللي هي تتلخص في جسيم ألفا وبيتا وغاما. الآن بالنسبة للجسيمات اللي بتبعثها أو الإشعاعات اللي بتبعثها الذرات أو الأنوية الذرات، في عندي لما يكون عندي أنوية في الطبيعة حتفقد جزء من الجسيمات الموجودة داخل النواة، إما على شكل جسيم ألفا راديشن أو على شكل جسيم بيتا أو جسيم غاما راديشن. بالنسبة للعنصر ونظيره في التفاعلات الكيميائية بيعطيني نفس النتيجة، لأنه تفاعل بيكون خاص بالقشرة الإلكترونية، وقلنا إنه ما دام عدد البروتونات متساوي في العنصر ونظيره إذا عدد الإلكترونات متساوي، لأنه في التفاعل الكيميائي الإلكترون اللي بيدخل في التفاعل ما له علاقة بالنواة. لكن في التفاعلات النووية العنصر أو نظيره لا يعطي نفس النتيجة بسبب إنه عدد البروتونات أو النيوترونات بيكون مختلف داخل أنوية النظائر. التفاعلات النووية زيها زي التفاعلات الكيميائية، لازم أعمل بالانس لأي معادلة نووية زي ما كنا نعمل بالانس للمعادلة الكيميائية. لكن البالانس الموجود عندي في المفاعلات التفاعلات النووية خاص بعدد النيترونات والبروتونات، فلازم عدد النيترونات والبروتونات اللي دخل في التفاعل لو كان عندي 3 عناصر أو 4 عناصر شاركت في التفاعل مساوي لعدد البروتونات والنيترونات اللي خرجت نتيجة هذا التفاعل. فنشوف عندي مجموعة من إذن خطوتين لازم أعملهم في التفاعلات النووية النيوكليار رياكشن. أول خطوة لازم أعملها، أول حاجة أتأكد من التوتال أتوميك نمبر بيفور رياكشن قبل التفاعل ماست بي ذا سيم أو إيكوال أز توتال اتوميك نمبر افتر رياكشن. هذه اول خطوه لازم اتاكد من اي تفاعل. الخطوه الثانيه التوتال ماس نمبر بيفور the reaction must be the same as the total mass number after the reaction. هذه قاعدة مهمة عشان أقدر أحل عليها مثال 9-3، أن يكون العدد الذري قبل التفاعل للأنوية اللي داخلة في التفاعل بغض النظر عن عدد الأنوية مساوي للعدد الذري بعد التفاعل، كمان عدد الكتلة اللي دخل في التفاعل يساوي عدد الكتلة اللي خرج ب 11N14N معادلة 1 معادلة 2 HE4 زائد N 14 تعطيني زائد H1 معادلة 3 U2 93 تعطيني 234 238
المعادلة 4 سي او 60 للنيكل 60. نيجي لأول معادلة معانا. أول معادلة بيجب تطلع البورون. البورون طبعا عنصر البوروم حسب الجدول الدوري عنده زد تساوي 12. طيب نرجع الآن للنيوكلير رياكشن. بدنا نوجد الآن المعادلات النووية هذه. بدنا نوجد العناصر وبدنا نوزن المعادلات. حسب الجدول الدوري عنصر البورون زد تساوي فيه 5 وعدد والنيتروجين طبعا زد تساوي 7. اذا النيتروجين 14 7 البورون ب 5 حسب الجدول الدوري. الان ببدا اعمل عمليه بالانس. بكتب زد اي اكس اي زد. هذا اي عنصر انا بدي اوجده عشان اعرفه اقدر اوجد اكس لازم اعرف اي وزد. الآن النيترون معروف عندي 1 0. أوجدت أول إشي الأعداد الذرية، بعدين حددت النيترون هو يمثل عدد ذري عدد كتلي 1 لا يؤثر على العدد الذري فصفر. الآن باجي أكتب A زائد 11 تساوي المفروض إنه العناصر اللي داخلة في التفاعل عدد الكتلي إلها يساوي العدد الكتلي للعناصر اللي خرجت من التفاعل 14 زائد 1 ومنها A تساوي هذا قديش 15 ناقص 11 طلع ال 11 برا فبعطيني 4. إذا A عرفتها قديش 4. هنا Z زائد 5 يساوي 7 زائد 0 طلع ال 5 برا ومنها Z تساوي 2. إذا زد هنا 2. مين العنصر اللي له عدد الكتلة 4 وزد تساوي 2 حسب الجدول الدوري؟ فزد اكس اي زد اللي في المعادلة حتساوي عنصر الهيليوم 4 2. تمام. إذا اكس هي عبارة عن اتش 4 2 عنصر الهيليوم. نيجي الآن للمعادلة الثانية. المعادلة الثانية عندي هيليوم HE42 إذن العدد الذري للهيليوم 2. عندي العنصر الثاني نيتروجين 14 7 بعطين عنصر انا مش عارفه اكس اي زد زائد هيدروجين اتش 1 1. الهيدروجين اتش 1 1. فالان بدي احسب هيليوم مع اي 14 زائد 4 14 زائد 4 يساوي اي زائد 1. طلع الواحد برا ومنها اي بتساوي 16 ناقص 1 15 اي تساوي 15. هنا 7 و2 9 تساوي زد زائد 1 ومنها زد تساوي 8. مين العنصر اللي له عدد الذري 8 و A 15؟ فبروح اطلع على العدد الذري ما اطلعش على A لانه انا عندي العناصر في جدول الدوري بتعرف عليها بالعدد الذري لانه كل العناصر وانا ضائرها لها نفس العدد الذري. فبقول العنصر اللي في الجدول الدوري عدد الذري 8 هو عنصر الاكسجين او 8. فبروح هنا عندي او 8 15. احنا الاكسجين موجود في الطبيعه او 8 16 فهذا نظير الاكسجين الايزوتوبس اوف اكسجين. تمام. الان عندي عنصر اليورانيوم والثيريوم. اليورانيوم عدد الذري 92. الثيريوم اللي عندي هنا المفروض اكس اي زد. الثيريوم عدد الذري 90. تمام. فبدي اوجد الان عدد الكتلي
238 تساوي 200، قديش عدد الذرات؟ 234 زائد A، ومنها A قديش تساوي؟ A تساوي، اجي على الناحية الثانية 4. هنا 92 تساوي 90 زائد Z، ومنها Z تساوي 2. مين العنصر اللي عدد الذرة 2 وعدد الكتلة 4 وبالذات عدد الذرة 2؟ هو عنصر الهيليوم H2O4. تمام. نيجي للكوبالت. الكوبالت 60 وعدد الذرة 27 والنيكل 28 XA Z. الأصل إنه A تساوي أو 60 تساوي 60 زائد A، ومنها A تساوي 0. 27 تساوي 28 ناقص أو زائد Z، ومنها Z تساوي ناقص 1. E 0 ماينس 1 اللي هي جسيم بيتا. تمام. بيزيد العدد عند فقدها، بيزيد العدد الذري بمقدار 1. هذا بالنسبة للتفاعلات النووية. نبدأ الآن في موضوع جديد اللي هو الراديو أكتيف ديكي. انبعاث الأشعة من الجسيمات أو النشاط الإشعاعي الطبيعي. النشاط الإشعاعي الطبيعي بنقسم إلى ثلاث أنواع، اللي هو ألفا بارتيكلز أو ألفا ديكي، وبيتا ديكي، وغاما ديكي. رمز لها بالرمز غاما. هذه ألفا. الآن نيجي لألفا ديكي، هي عبارة عن شحنتين موجبتين تشبه جسيم الهيليوم أو ذرة الهيليوم HE42. إذا العنصر بعثها أو فقدها بيفقد شحنتين موجبتين وأربع شحنات من العدد الكتلي. طبعا إلها كتلة زي كتلة ذرة الهيليوم. ناخد مثال عليها. لو عندي بالنسبة للألفا ديكي عندي عنصر الراديو RA225 226 و88. طبعا الراديوم حيتحول ل رادوم RN 222 و86، حيفقد جسيم الفا 42 او بكتب بداله HE42. طبعا فقد العنصر لذره لجزيء الهيليوم يفقد اربع جسيمات من عدد الكتله واثنين بروتون. طبعا شحنتها شحنه موجبه. البيتا ديكي طبعا هي شحنة سالبة عند فقدها، برمز لها بالرمز E-10. عند فقدها بيزيد العدد الذري بمقدار 1، ما بتأثر على العدد الكتلة. ناخذ مثال توضيحي. طبعا هي بتشبه الالكترون وبتشبه ايضا الانتي بارتكلز الموجود في النواة، بسميه نيو بار احيانا
باليوناني بس نيوبر، او برمز لها بالرمز اي ماينس 1 0 اسهل علي حتى في التعب. البيتا ديكي عند فقدها بيزيد العدد الذري بمقدار واحد. عند الكربون 6 14 عند فقد تحول لنيتروجين عن النيتروجين 7 14 زائد جسيم بيتا اي ماينس 1 او بكتب بيتا ماينس 1 0 هي نفس تمام. احنا هنعتمدها اي ماينس 1 0. اما بالنسبه للجاما ديكي فهي عباره عن اشعاعات موجات كهرومغناطيسيه او طاقه بتصاحب اي تفاعل نووي ولكن لا تؤثر لا على العدد الكتلي ولا على عدد الذري تمام. ناخذ مثال على الجاما ديكي. مثال عليها تحول نظير الالومنيوم اي 7 اي ال اي ال 27 13 بتحول الى نظير الالومنيوم 27 13 زائد جاما ديكي. طبعا نظير الالومنيوم لما بفقد جزء جاما هو بنسميه الالومنيوم المشع او الغير ثابت تمام، اللي بيكون في حاله نشاط إشعاع تمام، لكن ما وصلش إنه يفقد عناصر طبيعية. نبدأ الآن في موضوع جديد اللي هو الراديو أكتيفيتي اللي هو بيحسب لي النشاط الإشعاعي لأنوية العناصر. النشاط الإشعاعي لأنوية العناصر وعدد أنوية العناصر الموجودة في فترة زمنية محددة. MT اللي هي عدد الأنوية في فترة محددة تساوي عدد الأنوية الدوترز اللي أنا أوجدتها في البداية في E طبعاً ذلك الإكسبوننشال ماينس لامدا في T. T الفترة الزمنية اللي أنا بدي أحسب فيها عدد الأنوية. أنود عدد الأنوية الرئيسي اللي هو بسميه البيرنس. لامدا ثابت الإضمحلال بسميه لامدا اللي هي الديكاي كونستانت ثابت الاضمحلال ولو قيمة بنوجدها كل مرة حسب المسألة. T الفترة الزمنية time النود اللي هي البيرنس النيوكليير الأنوية الموجودة الأساسية الأنتي الدوتر تمام. طبعا الانتي دائما بسميها ديكريز فانكشن اوف تايم مع الزمن مادام هي داله في الاكسبوننشال هذه داله بتقل دائما الدوتر ايزوتوبس او الدوتر ايزوتوبس تمام. الاكتيفيتي النشاط الاشعاعي يساوي لامدا في ان سواء كانت انا بدي احسب الاكتيفيتي للان نود او للان تي. طبعا وحده قياس الاكتيفيتي اللي هي البيراكل بيكيورال بيكيورال برمز له ال1 بيكيورال يعادل الواحد ديسي على سكن. كمان الواحد كوري ممكن اقيسها بالكوري وحده قياس النشاط النشاط الاشعاعي يعادل 3.7 في 10 اس 10 بيكيورال. وفي عندي طبعا وحدة تانية اللي هي سيفريت وكوري وما الى ذلك يعني ما بتلزمني في احنا هناخذ بس مقدمة بسيطة عن الموضوع. الان ناخذ مثال ونطبق علاقة الدوتر بالبيرنس في النيوكليير بثابت الاضمحلال بالاكتيفيتي.
المثال بيقول the laboratory sample عينة في المختبر found contain an isotopes وجدنا عينة وجدناها تحتوي على نظائر المغنيسيوم مغنيسيوم 27 which undergoes طبعا المغنيسيوم بيبعث بيتا decay اللي هي minus 1 0 حسب السؤال عندي undergoes beta decay with half lifetime في فترة نصف عمر T half تساوي قديش 9.46 و جايجر كاونتر عدد كاونتر اللي هو العدد اللي بيعد الأنوية طبعا هذا مثال example 9.5 عدد جايجر كاونتر found the activity of sample A الاكتيفيتي وجدها تساوي 1.96 × 10^21 بيركل تمام طالب مني write down the nuclear reaction equation for decay of this isotopes بده ال equation of reaction يعني بده معادلة التفاعل عشان اكتب معادلة التفاعل انا بعرف انه المغنيسيوم 27 12 العدد الذري له حسب الجدول الدوري بده يعطيني عنصر جديد XAZ زائد جسيم بيتا ماينس 1 0 تمام هذه هي معادلة التفاعل بدك تكتب زائد انرجي زائد انرجي تمام الان كيف بدي اوجد A و Z متفقين عشان اوزن اي معادلة لازم يكون عندي الاعداد الكتلة اللي دخلت بتفاعل مساوية لاعداد الكتلة اللي خرجت من تفاعل العدد الذري اللي دخل بتفاعل مساوي للعدد الذري اللي دخل اللي خرج في التفاعل ف17 تساوي A زائد 0 عندي هنا 17 اعداد الكتلة هنا عندي A زائد 0 ومنها A تساوي 17 12 تساوي Z زائد ناقص 1 ومنها Z تساوي 13 فبروح مباشرة على جدول الدوري مين العنصر العدد الذري 13 هو طبعا الالومنيوم XA 17 13 هو عنصر الالومنيوم 13 هنا 27 مغنيسيوم 27 A 27 27 27 هذه 27 تمام هيك اوجدنا معادلة التفاعل المطلوب الثاني What is the decay constant for this isotopes? B بده مني لامدا اللي هي decay constant. أنا أعطيني طبعاً الactivity وطالب مني decay constant. عشان أحصل على decay constant وعطيني فترة نصف العمر. عندي قانون بيقول لي time half life أو فترة نصف العمر تساوي لين الاثنين على اللامدا ديكي اللي هي الديكي كونستانت ومنها الديكي كونستانت يساوي لين الاثنين على التايم هالف لاي لين الاثنين تساوي 9.46 وبيطلع عندي 0.00121 على 6 وانتبه لوحدة القياس هو اعطاني هنا الهاف لايف بالمنت عشان احول لثانية ضرب قديش ضرب 60 تمام عشان اطلع حالك بالثانية المطلوب الثالث how many moles of isotopes of magnesium are present in the sample قديش كمية مولات الموجودة في العينة طبعا كمية المولات لها علاقة بعدد افوجادروز عدد افوجادروز طبعا NA
يساوي عدد المولات، مقداره طبعا عدد افوكادرو بيساوي عدد المولات على عدد الأنوية على عدد المولات. هذا النمبر اوف نيوكليير، وهذا النمبر اوف مولز. وعدد افوكادرو مقدار ثابت يساوي 6.02 في 10 اس 23. الان عشان اقدر اوجد عدد المولات بدي اعدد النمبر اوف النيوكليير، لكن هو اعطاني الاكتيفيتي وانا جبت ثابت الاضمحلال. اذا ايه تساوي لامدا في ان، ومنها ان تساوي اللي هي طبعا في فتره زمنيه محدده، تساوي اللي هي خلينا نقول البيرنتس نمبر، ان تساوي الاكتيفيتي اللي هي معطيه معايا على لامدا الديكي كونستانت، ومنها ان تساوي تقريبا 1.38 في 10 اس 24. اذا النمبر اوف مولز ان يساوي عدد النمبر اوف النيوكليير على النمبر افوكادرو نمبر اللي هي 1.38 في 10 اس 24 على ان اي اللي هي افوكادرو نمبر 6.02 في 10 اس 23، وبطلع عندي تقريبا 2.3 مولز عدد المولات. هذا بالنسبة لمطلوب سي. المطلوب الثالث، how many radioactive isotopes are parents after 1 hour؟ قديش عدد الأنوية بعد ساعة واحدة؟ مطلوب دي بده النمبر اوف ايزوتوبس افتر التي بتساوي 1 اور ساعة واحدة. الآن احنا طلعنا عشان اقدر اوجد عدد الأنوية بعد ساعة واحدة بدي القانون ان تي بتساوي النود في اي ماينس لامدا في تي، تمام. الان تي ساعة واحدة ثابت الاضمحلال احنا طلعناه، النود عدد الانوية اللي احنا طلعناه من العلاقة اي بتساوي لامدا في ان، وان بتساوي اي على لامدا. الاكتيفيتي كان عطيني اياها سابقا هو، ولامدا انا طلعتها من المطلوب الثاني، فحتطلع عندي عدد الانوية الاساسية 1 اللي استخدمتها في المطلوب سي 1.38 في 10 اس 24، تمام. هذا عدد الأنوية الكلية. الآن أنا بدي الآن هذه هي النود، النود طلعتها ثابت الاضمحلال جبته في مطلوب بي، تي عطني إياها 1 اور بس بحولها لثانية، فعدد الأنوية بعد ساعة يساوي النود 1.38 في 10 اس 24 في اي ماينس ثابت الاضمحلال اللي احنا طلعناه في مطلوب A، كان قيمته تقريبا 0.01221 على ثانية في T، بحول الساعة الواحدة للثواني 60 في 60 في 60 24، ساعة واحدة في 60 دقيقة في 60 ثانية 360 ثانية، تمام. 3600 ثانية، 60 دقيقة في 60 ثانية، فبطلع عدد الأنوية تقريبا يساوي 1.71 في 10 أس 22 عدد الأنوية بعد ساعة واحدة. الآن طلب مني what is the activity of sample after 1 hour، قديش النشاط الإشعاعي بعد ساعة واحدة؟ إيه مطلوب سي بده إيه after 1 hour، فإيه بتساوي لامدا في أن، ثابت الإضمحلال إحنا طلعناه في مطلوب بي ما فيش فيه مشاكل،
لكن ان هنا هي اللي بدي اياها اللي هي في مطلوب دي عدد الانويه بعد ساعه تمام، فبعوض عنها فبتطلع عندي بعوض بان اللي هي في مطلوب دي اللي جبناها هنا باخذها وبعوض عنها، وهذه اللي جبناها في مطلوب ولمدا اللي جبناها في مطلوب بي، فبتطلع عندي ثابت الاضمحلال يساوي تقريبا 1.71 او الاكتيفيتي يساوي ايه، بتساوي 2.09 × 10^19 برك. ممكن اعمل حاجة تانية اقول ايه بتساوي ايه نوت اي ماينس لامدا في تي، كيف اضرب هنا في لامدا وهنا في لامدا وتصير ايه بتساوي ايه نوت، اي نود اللي هو اعطاني اياها في اي ماينس لامدا في تي، ما فيش مشاكل برضو بتعطيني نفس القيمه، لكن لو عوضت مباشره عن اي تي هنا بتطلع معايا كمان نفس القيمه. المطلوب الاخير اي من مثال 5-9 what is the activity of sample after 1 hour، قديش النشاط المطلوب اي والمطلوب اي، المطلوب اي طلعناها الاكتيفيتي اوف سامبل بعد ساعه واحده. عشان احسب الهاف لايف تايم فور راديو اكتيفيتي ديكيت بدي اوجد هاف لايف تايم، فتره نصف العمر. في فتره نصف العمر بدي احسب بقصد فيها هي الفتره اللي بحصل فيها على نصف عدد الأنوية، يعني في كل مرة بتضمحل فيها الأنوية إلى نصف العدد، هذه الفترة بسميها فترة نصف العمر اللي بحصل فيها طبعا على نصف عدد الأنوية. إحنا أخذنا إنه الدوتر نمبر أوف النيوكليير بتساوي البيرنتس في إي ماينس لامدا في تي. طيب لو أنا الآن بدي أحصل على حسب تعريف الهالف لايف تايم انه هي فترة نصف العمر اللي بحصل فيها على نصف عدد الانوية، اذا انت حيكون نصف بتساوي نص النود التي هال، فبدي اشيل كل انتي واحط النود على 2 تساوي النود اي ماينس لامدا في تي هال، النود بتروح مع النود صفي عندي نص اي ماينس لامدا سبسكريبت تي هاب تمام. الان ناخد اكسبوننشال للطرفين نص تساوي اي ماينس لامدا، فحيصير عندي لن النص يساوي طبعا اللن الاكسبوننشال بيعطيني الاس، وهنا نعملها اي اكس لن الاي اكس يساوي اكس، هذه قاعدة رياضية ماينس لامدا تي ها، وكمان قاعدة ثانية رياضية لن الواحد على اكس يساوي لن الواحد ناقص لن الاكس، لن الواحد ناقص لن الاثنين يساوي ناقص لامدا تي هال، وكمان لن الواحد يساوي زيرو قاعدة رياضية، هذا صفر صفي عندي ناقص لن الاثنين يساوي ناقص لامدا تي هال، الناقص مع الناقص ماله حيروح، بصفى عندي التي هال تساوي لن اثنين على لامدا ثابت الاضمحلال، ولن اثنين كمان بالآلة له قيمة تقريبا 0.693 على لامدا، هذه قيمة أو قانون نصف العمر يساوي للاثنين على ثابت الاضمحلال.